الواحد مالتها 100. اول مرة اجيب لكم سيارة رقم بغداد. اليوم جبت لكم غواص 2001 55 AMG من هاي اللي تطق بالقاع. موديلها 2001، المواصفات فول اس 55، يعني صاروخ ارض. خليكم ويانا، خلي نشوف شنو تفاصيل هذه السيارة. طبعا رقمها بغداد، مشروع وطني وباسمنا، تحويل مباشر، ما تدفع ولا دينار دام تحط السنة باسمك. شوف السيارة من خارج، شوف نصبتها هسه، حتى ذلنا لا حد يعلق عليهم ذن الكبات، ترى موجودات بالصندوق اسراوي كم اياها، بس متعاجز احطن ولا هي، يعني موجودات بالصندوق اسراوي كم اياها، يعني ما بيها نقص نهائيا. حدادية جديدة وتخم تاير دنلوب، جواها تخم ما صار له اسبوع، تجي تشوفه تخم جديد وليس مستعمل، والحدادية كلها جديدة، جير وماكينة نفضتهن على ايدي، والتحويل مباشر باسمنا، كهربائيات بلايتات جدد، ما خليت بيها عايزة ولا برغي ولا قيد شعرة، بيها تراي الا صاروخ. عنوانها سليمانية طبعا. خليكم خنشوف شنو بيها من داخل. شطي لك ابو الماطور، وهسه نفتح احنا وياكم الماكينة ونشوف شنو بداخلها. اروع ما في الموضوع، هذه اللوجو AMG، الماكينة طبعا V8 8 سلندر. صار كل شيء واضح امامكم، وعرفتوا ان السيارة شنو مصروف عليها وشنو مبدل بيها وكذا، انه لايتاتها تخم تاير، الويل مالها البلادي، ما بيها اي عيوب ولا كل شيء نهائيا. حدادية السيارة كلها جديدة، منظومة الهيدروليك اللي هي مال في الدبلات التصعد وتنزل كلها اني مبدلها بيدي، اللي هي هذا، حتى الماطور اللي صعد ونزل بدلته، وكامل كامل سيرفس كامل، يعني مش احكي لكم صرف، ما خليت شيء عليها ما بدلته، وكل شيء جديد، كل شيء مضبط. حتى ان شاء الله السعر اللي راح ينذكر به سعر سيارة، اللي يقول غالي فاكو موجودات يروح يقارن ويشوف، بس خلي في بالكم اكو السيارة جاهزة تختلف عن السيارة تقوم تعمر وتصلح بيها. من ثم هذه المواصفات اللي شفتوها امامكم كلش قليل، يعني نادرا نادرا، خصوصا اذا كانت AMG ولا AMG بهذه الاوبشنات. زين، خلي احكي لكم شوية عن نظام الجقات مالتها، انه يختلف لانه السيارة مو هواء مو شوبلسات، مثل ما قلت لكم هيدروليك. نقول بسم الله ونشغلها، طبعا تبريد شغال وثلج. انا اكثر شيء عجبني بهاي السيارة لون الصاجات والشعار مال AMG. لون الصاجات يختلف، يجي لون تقريبا اصفر، بالاضافة الى ذنة وين ما تروح تلقى ذنة الصاجيات الحلوات. تشوفون هذا كله بلادي. هسه نطلع فرة مرتبة، بس خلنا اتكلم لكم عن نظام الجقات اللي مثل ما قلت لكم ب يعني مستويات اثنين للصعود او درجتين، هذا واحد وهذا الثاني، نظام العلو مالتها بدرجتين. بس هذا شنو احتاج واحد يصورني حتى احكي لكم، بس ياهل يصور، خلي انا اصور مو مشكلة. تشوفون شلون صارت عالية من ورا، او كلها يعني اربعتها، يعني من اربع جهات بضغطة واحدة تنزل بسرعة وتصعد ايضا بسرعة، لان هذا مو هو يظل يترس لو كذا، يعني شوف هسه حتى ما الحق اصورها من تنزل. شفت شنو؟ رأسا تنزل وبالمشي تنزل بعد، خصوصا من تعبر 140 على ما اتذكر. هسه ناخذكم تراي بها السيارة ونشوفكم شلعة مالتها، خليكم ويانا. والله تكو فقرة نسيت اذكرها، اللي هي هاي الدقمة اللي مكتوب عليه ABC، دعكم كلمة سبورت. نظام ABC اللي هو ترجمته Active Body Control،
نظام التعليق اللي هو هذا يا شباب من الأعزاء لحد الآن دي يطورون به هذا الموضوع. كانت بدايته بهاي السيارة بهاي الغواص، مو عاد هاي مالتي يعني في هذه الموديلات. عن السيارة موديل 2001 ما أعرف ذكرته ولا موديل واحد. المهم هذا النظام شايف لما تدخل بطريق برقلات هالشكل، لما ندوس هاي الدقمة اللي هيش السيارة تصير بمستوى قام، يعني أنا عم تصير زين. وهاي فرة حلوة بداخل المعارض مالتنا ذاك طريق المطار اللي يدي إلى سليمانية، اللي يجون من بغداد من هناك يروحون على سليمانية. احنا بالبداية هم بالنسبة لي سرعة عنوان ذاك من هناك وصفنا قراج بغداد. والعموم هذا النظام مثل ما قلت لكم، يعني تصير سيارة قائمة ما تهتز أقل طسة، هذا فائدته. طوروا علي الموضوع وعدلوا علي، وهذا النظام اللي نفسه موجود بالروز رايز زين. أنا أحلى شغلة بالسيارة ما شوفت لكم إياها اللي هو سرعتها 320 زين، وهذه الشلعة مالتها. نزل الحبيب الواحد مالتها 100. هذا الموديل انسوا يعني الجانيها، الجانيها يعرف شنو الغواص. انا من اكثر السيارات اللي احبها واعشقها هي الغواصة، جامبو الرئاسي شبح نعم حلوات، لكن ما بيها هاي الاوبشنات. الموديلات الحديثة طبعا هي فول اوبشنات وكذا، بس هم سعرها غالي. هم هذا الموديل المتوسط اسعاره كلش رخيصة ومناسبة وموجودة، وهي سعرها طالما يكون يعني مثلا 20 وجوه لا بأس بي. افضل ما اروح اشتري لي سيارة مجبور بشراها، ما اريد اقول كوري لانه ذاك اليوم هم قلت هيك شو العالم تغلط وتتجاوز عماني، خمو حاش على سياراتكم يعني بالموزين غير اني داحش الواقع. هاي الحبيب هاي السيارة عمي اللي تعلقولي عليها، ترى هذه ما لكم غلط بيها، يعني مو للبيع ولا بحياة ما نزلت فيديو وقلت اللاند كروز زينة واللاند كروز راقي ابدا، دا اسوق ومغلس على الستوريات تشوفونها وفاضحيني. على العموم هذه السيارة هسه صار كل شيء واضح امامكم، وان شاء الله تكون ما اطلت عليكم بالفيديو. اخواني الاعزاء الى هنا نختم المقطع الفيديو، واعرف انه اطلت عليكم لكنه المطلوب انه هيجي انوه واشرح عن السيارة اللي اعرضها من اغلب المتابعين. على العموم موديلها قلنا واحد S55 AMG رقم بغداد مشروع وطني باسمنا، والمواصفات صارت قدامكم، وسيارة جديدة وما يحتاج لها وصف اكثر ولا يحتاج لها اي مدح، تجي تفحص وتشوف بعينك وترايك صدق للبصرة، لانه بسليمانية ومنها البصرة يراد لها يعني تصور تركيا اقرب علينا قد مو بعيدة. سعر السيارة راح يكون يا شبابنا الاعزاء 20,000 دولار، يعني دفترين. ترغب بالشراء تتصل على الرقم المذكور، واخليك على راسي. شوف 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 حتى هنا AMG، هو ما اروح دا اطلع لكم شعار AMG. بالنسبة للبوب مو شفط لكون السيارة باب قصير، مثل ما قلنا 20,000 دولار. اللي يرغب بشراء هاي يتصل على رقمي وخليه على راسي. تحياتنا لكم وشكرا لكم وتعليقاتكم الحلوة، مع السلامة.